للمزيد من المتابعه ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور مختار غباشي، امين عام مركز الفارابي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. دكتور مختار، مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى مشاهديك، اهلا وسهلا. يعني كيف تفسر تطور هذه الاوضاع، الحرس الثوري الايراني بصواريخ باليستيه على مواقع لوجستيه في اربيل العراق؟ يعني كيف تفسر هذه الخطوه من قبل ايران خلال هذه المرحله؟ يعني خلينا اقول لك، تطور لافت للنظر بحكم خصوصية العلاقات العراقية الإيرانية، واحنا عارفين سطوة إيران وفيلق القدس على الميليشيات الإيرانية الموجودة في الداخل العراقي، عصائب أهل الحق أو فيلق بادرة، كتائب أبو الفضل العباس، سرايا السلام، كتيبة النجباء، حزب الله العراقي. لهم الإيران لها سطوة كبيرة تدريبا وتسليحا ومددا وعتادا. أن توجه إيران ضربة إلى أربيل لمكان قيل إن هو مكان تجسس إسرائيلي، يعني علامة فارقة في العلاقات العراقية الإيرانية. وأنا أتصور إن تداعياتها هيكون لها انعكاس كبير، لأن العراق بادرت باستدعاء سفيرها لدي طهران، والأمر يعني مرشح للتصاعد ما لم تدرك القيادتين أهمية أن يكون هناك شكل من أشكال التوافق فيما بينهما على آليات الصراع الموجود في منطقة الشرق الأوسط، لأنه مشارف المنطقة معرضة للانفجار بتداعيات كثيرة جدا موجودة، البحر الأحمر، صحيح، إسرائيل وحزب الله وغيره. قبل ما ندخل في هذه النقطة دكتور مختار، يعني على المستوى السياسي استدعاء السفير، هل تتوقع خطوات على المستوى العسكري خلال هذه المرحلة؟ لا اتوقع ردا عسكريا عراقيا على ايران طبعا، لكن هي المساله النهارده مطلوب تسويه وتبرير لهذه الضربه الايرانيه التي وجهت الى اربيل. احنا ما ننساش ان اربيل والسليمانيه ودهوك الثلاثه محافظات دول ضمن ما يسمى بكردستان العراق، وهم صحيح. اقرب الى حكم ذاتي متطور، ولكن كلا الثلاث محافظات هم خاضعين مركزيا للحكومة العراقية في بغداد، وبالتأكيد أي ضربات هتوجه إلى الخارج من قبل إيران أو من قبل تركيا أو أي دولة طبعا بتعتبر ضربات للداخل العراقي، صحيح. لكن أنا متصور أنه هيتم تسوية الأمر سريعا، لأنه العلاقات الإيرانية العراقية لها تداعيات مهمة جدا، وأنا وضحت معاكي علاقة إيران بالميليشيات على سبيل المثال، وسطوة إيران على المرجعيات الدينية الموجودة في الداخل العراقي، إذا كنا بنتكلم عن السيستاني أو عمار الحكيم أو حتى مقتدى الصدر، هذه الشخصيات الدينية لها علاقات خاصة بالطرف الإيراني، والطرف الإيراني أصبح مؤثرا في الداخل العراقي بشدة. لكن محتاجين تبرير لهذه الضربة، وهل هذا التبرير هتقبله الحكومة العراقية بسهولة، ولا تداعيات الأمر هيصل إلى هو كان التبرير أنه ضرب مقر للموساد الإسرائيلي، يعني هل تعتقد أن هذا حقيقي؟ يعني علاقة كردستان بإسرائيل قيل بشأنها الكثير جدا من الأمور فيما هو مرتبط، وهذا أمر أنا متصور يؤخذ عليه الطرف الكردي، باعتبار أن الطرف الكردي واجب أن يدرك أن حفاظ على منظومة الأمن القومي العربي بمجمله والأمن القومي القطري، إذا كنت بتكلم عن العراق أو بتكلم عن سوريا تحديدا، لأن هذا الأمر أيضا موجود داخل الساحة السورية، صحيح. بحكم إقليم شرق وشمال سوريا اللي بيسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية أو قذر. فالأمر هنا أنا متصور محتاج تفسير ومحتاج توضيح، ومحتاج بشكل أو بآخر غل علاقة هذا الإقليم بالكيان الإسرائيلي في ظل هذه التطورات المتلاحقة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وهي أدعى إلى الانفجار ما لم تدرك الولايات المتحدة الأمريكية خطورة كل هذه الأحداث. طب هي الولايات المتحدة الأمريكية أدانت هذه الخطوة وقالت أن يعني هذه الضربة هو قرار متهور، هل من الممكن أن يكون هناك خطوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق؟ لا، الولايات المتحدة الأمريكية أدانت هذه الخطوة لأن هي تدرك يعني خصوصية علاقة إيران بالعراق، والولايات المتحدة الأمريكية احنا كلنا عارفين ان هي في صراع مع إيران،
بحكم أنه من يتولى آليات المواجهة مع إسرائيل في هذه المنطقة هي الأجنحة الإيرانية، والأجنحة الإيرانية هم الحوثيين في اليمن، هم حزب الله داخل الساحة اللبنانية، هم الحرس الثوري الموجود في سوريا، هم ميليشيات الحشد الشعبي الموجودة في العراق، عصائب على الحق وفيلك بدر والمسميات اللي أنا طرحتها عليك في بداية هذه المداخلة. لكن رد أمريكي لا، لكن أمريكا تترقب آليات هذه الضربة وآليات تسوية هذا الأمر بين العراق وبين إيران، ومطلوب من وجهة نظري تسويته سريعا، وإلا تداعياته هتكون يعني خطيرة. طيب، من خلال كل ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، ضربات الحوثيين، عرقلة الملاحة البحرية، ما يحدث في العراق، ما يحدث في سوريا، على حدود لبنان، في غزة، يعني كيف ترى التصور للشكل الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط؟ شوفي، أنا وجهة نظري أن الأمر أقرب إلى صراع إقليمي مستكين مستتر، لكن لم تنفجر الأوضاع، لأنه حتى الصراع ما بين إيران وما بين يعني إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الأجنحة، إذا كنت بتكلم عن حزب الله وإسرائيل، ما بين حزب الله وإسرائيل شكل من أشكال المناوشات، لكن لم تنفجر حقيقة الصراع ولم تصل إلى مداه، لأن لو وصلت إلى مداه حيفا ويافا وكل المدن الإسرائيلية في الشمال تدمر بالمطلق، لأن معلوم لدي إسرائيل ولدي الولايات المتحدة الأمريكية أن حزب الله أقوى 10 مرات من المقاومة الفلسطينية الموجودة لدي غزة. الأمر الثاني، وده أمر مهم جدا، أن حتى حركة الحوثيين وبحكم الضربات التي وجهت إليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل إنجلترا ل 68 موقع، لكن ردت الحوثيين وقالت أن كل السفن أيضا المتجهة إلى إسرائيل سوف تستهدف، وأن احنا لن نوقف هذا الأمر ما لم يوقف إطلاق النار. أيضا هذه الميليشيات اللي أنا أشرت معاك إليها في الداخل العراقي وفي الداخل السوري بدأت تستهدف المواقع المركزية للقوات الأمريكية، إذا كنت بتكلم عن قاعدة عين الأسد اللي في الأنبار أو قاعدة الحرير أو بعض القواعد الأمريكية الأخرى الموجودة داخل سوريا في عفرين أو غيره، هذه القواعد هي محط استهداف لهذه الميليشيات. تطور الأوضاع دون التحكم فيه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يفجر أوضاع منطقة الشرق الأوسط، والكل يخشى هذه اللحظة، والولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تدرك أن مصالحها على المحك، وأن السكوت على هذا الدمار المروع وهذا الهلاك الموجود داخل قطاع غزة، واللي صرحت به وزير خارجية ألمانيا اليوم بأنه ده كارثة إنسانية للعالم ولإسرائيل وللمنطقة، والمنطقة معرضة للانفجار، وأنا متصور أن الولايات المتحدة الأمريكية على المحك، وإسرائيل وهذا التطرف الموجود فيها واجب أن يصل إلى حد من خلاله نستطيع أن نتحكم فيه. دكتور مختار، هل من الممكن أن نفسر هذه الضربات الإيرانية، هل هي فكرة استعراض للقوة له علاقة بما يحدث في غزة وإعادة توازنات القوة في المنطقة؟ لا، تقدر تقولي أن هي رسالة إلى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بأنه حتى الأجنحة الإيرانية الموجودة في المنطقة مش هي بس، لا، ده حتى المقرات الموجودة داخل هذه الدول هي محط استهداف ايراني. وما ننساش انه هناك يعني شكل من اشكال الصقر ما بين ايران وما بين الولايات المتحدة الامريكية. صحيح. قاسم سليماني وغيره من القيادات الايرانية اللي تم استهدافها من قبل الولايات المتحدة الامريكية، ومعلوم لدي الولايات المتحدة الامريكية ان عندها 63 قاعدة عسكرية موجودة في منطقة الشرق الاوسط. انا متصور ال 63 قاعدة هيكون محط استهداف ايراني ومحط استهداف من قبل الأجنحة، إذ لم توجد الولايات المتحدة الأمريكية طريقة أو حل لإيقاف إطلاق النار سريعا داخل قطاع غزة. طيب، يعني إيران وما تقوم به في المنطقة وأيضا ما يقوم الحوثيين به في البحر الأحمر، تأثير ذلك على يعني الحالة الاقتصادية، وخاصة مع انطلاق منتدى ديفوس ومناقشة كل هذه التحديات اقتصاديا على المنطقة؟ احنا عارفين ان الممرات البحرية والبحر الاحمر وان جزء كبير جدا من التجارة الدولية تسري من خلاله، وبدأت حركة نقل لكثير جدا من شركات الشحن واستخدام طريق رأس الرجاء الصالح، وده ادى الى توتر في حركة التجارة الدولية، مش التجارة اللي ذاهبة الى اسرائيل او الاتية منها، والولايات المتحدة الامريكية تدرك ده
والولايات المتحدة الأمريكية تدرك خطأ توجيه ضربات إلى الحوثيين، لأنه بهذا الأمر استفزت الحوثيين، وهو كان الحديث صريح أنه لن نوقف استهداف البواخر الإسرائيلية الذاهبة الأمريكية والبريطانية أيضا. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور مختار غباشي أمين عام مركز الفارابي للدراسات السياسية، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.